لافت في النظر انه هنالك جهد واضح للاجهزه الامنيه العراقيه، جهاز المخابرات العراقي، هنالك يعني على ما يبدو انه هنالك تعاون كبير وجهد مبذول من قبل الجهات الامنيه العراقيه بالتعاون مع التحالف الدولي في اطار محاربه داعش. كسر ظهر الإرهاب قد تحقق هذا اليوم بمقتل زعيم التنظيم، لا بأس، هم ربما يستبدلوه بشخصيات أخرى ربما تكون مؤهلة للنيابة عنه، ولكن إنه هالموضوع ليس بالأمر الهين. هم كانوا يعتقدون أنفسهم بعيدين عن محاسبة المجتمع الدولي، محاسبة قوات التحالف وحتى الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة. إذن هو نصر يحسب للتحالف الدولي وأيضا نصر يحسب إلى أجهزة الأمن العراقية. نعم، أجد تحية بك ثانية دكتور محمد. هل هنالك برأيك تجاهل ربما لدور المخابرات العراقية في هذه العملية على الأراضي السورية؟ وهل بايدن ربما يستغل هذه العملية لتوظيفها سياسيا لصالحه، لا سيما وأنه أو أن سياسته ضعيفة في الداخل الأمريكي؟ يعني الموضوع التخادم ما بين الأجهزة الأمنية الوطنية، سواء كان جهاز الأمن الوطني العراقي، جهاز المخابرات، أو القوات التحالف الممثلة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنه الأهم في الموضوع هو وجود هذا التعاون. بالتأكيد أنه دائما أمريكا هي تريد أن تظهر بمظهر القوي، والذي يمارس الدور الأكبر في عملية مكافحة الإرهاب هو جزء من سياستها وجزء من عملية الكسب الداخلي حتى انتخابيا في الداخل الأمريكي، على اعتبار أنه دائما ما يجعل هنالك تهويل في سبيل الكسب الانتخابي، أن هنالك خطر يهدد المجتمع الدولي، وأن أمريكا ما زالت متمسكة أو ماسكة بزمام الأمور في قيادة المجتمع الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين. ولا ننسى في هذا الإطار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أحد الخمسة الكبار الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، والذي يقع عليه الدور الحفاظ على السلم والأمن الدولي عندما يتعرض إلى التهديد، وأكبر تهديد بالتأكيد هو خطر داعش في هذه الفترة.